مش كلمتين والسلام. كل يوم تفيدة تخلي سيد أفندي بيلبس هدومه عشان ينزل يروح شغله وتسأله سؤال: هتاكل ايه النهاردة يا سيد؟ ما تسيبنيش مشغولة الباب. سيد يفكر يلاقي نفسه مش عارف يقول ايه، ما هو لسه واكل طبق فول ونفسه مسدودة بعد ما كل خمس ترغيفة عليه، ومش عايز يفكر في الأكل اللي لسه مدته بعيدة. يقول لها اللي تطبخيها تفيدة، تقول له ما تقول نفسك تاكل ايه ولو مرة وحيدة. يقول لها مش عارف أقولك ايه، أما عجيبة أقولك نفسنا ناكل حاجة كده غريبة. بعد ما يقول الكلمتين دول وتفقد هي في رده الأمل، يخرج من البيت يروح على العمل. يرجع الساعة 3:30 الظهر حران وزهقان، لا وكمان يرجع هبيان وجعان. ينده على تفيدة: الأكل يا تفيدة. تقول له حالا يا سيد الأكل جاي في الحال، بس طول انت الباب. بعد شوية يطلع سيد أفندي يقعد على الترابيزة بيحلم بطبق بامية ولا حلة خبيزة. مراته في المطبخ وابنه موجود وبنته موجودة وقعدتهم مريبة. شويتين تهل مراته وهي شايلة طبق ضخم فيه حاجة غريبة. تفيدة تقول له: الأكل النهاردة مفاجأة يا سيد، عملتلكم بيتزا تاكل منها وتعين. سيد أفندي قال لها: إيه بيتزا ليه؟ زعل سيد أفندي: بيتزا إيه يا تفيدة؟ ومين اللي عرفك بالموضة الجديدة؟ دي حركة منك مش مظبوطة، ده عبارة عن رغيف عيش مغمس بجبنة وزيتون وقوطة. أولاده على الترابيزة بيضحكوا عليه. يقول لهم: بتضحكوا على إيه؟ يقولوا له: إحنا اللي اخترنا البيتزا يا بابا، أصلنا عاشقينها ومغرمين بيها صبابة. ماما كانت هتعمل دقية بامية باللحمة الضاني في قلبيها، قلنا لها لا احنا عايزين بيتزا نفسنا فيها. سيد افندي يزعل ورجليه تنمل ويتقل عليها، ويقول لهم: صحيح انتم ما عندكوش ذوق للاكل لا اول ولا تاني، حد يرفض دقيقه الباميه اللي باللحمه الضاني؟ مره تانيه بقول ضاني ضاني، حد يستبدل عظمه اللحمه وقبهه الباميه برغيف بيتزا وشطه حاميه؟ ابني يقول له: احنا يا بابا مشيناها بالديمقراطيه، احنا ثلاثه ماما وانا واختي عطيه، وانت واحد والثلاثه للبيتزا عايزين. سيد افندي لاحظ ان الحكايه دي بتتكرر كتير ووقعتهم طين. يوم الولاد يقولوا له ناكل بيتزا، ويوم يقولوا له همبرجر. سيد افندي يعارض اي اوردر، يقول: يا ناس يا ناس، حد يسيب الملوخيه بالارانب وياكل برجر؟ حد يسيب صينيه البطاطس باللحمه اللي بتسدل تاني يوم معاك ويقول اكل بفتيك ولا بيج ماك؟ ايه الذوق ده؟ الشعوب الاجنبيه بقت ثقافتهم عليكم فرضه، ده الواحد عشان يعلمكم الاكل لازم ياخد لكم كام يوم اجازه عرضه. المهم ان سيد افندي كان بيمثل المعارضه. اخيرا اتفق مع مراته، قال لها: يا تفيده، عيالك في فقه الاكل بليده، اعملي لي انا اكل لوحدي اكله لحالي، وابعديني انا عن رداءه ذوق عيالي. يا تفيده بالاكل الخواجاتي ده انا مالي، انا مصاريني نشفت ومخي بقى خالي، مش كده ولا ايه؟ مش كلمتين والسلام.